بكم طلاب الصف الأول إعدادي. النهاردة هناخد الدرس الثالث في الوحدة الأولى في الجغرافيا، النبات الطبيعي والحيوان. من دلائل قدرة الله وعظمته خلق النبات وتنوعه، فمنه المثمر يا شباب وغير المثمر، ومنه الأشجار والحشائش، ومنه بيتحمل العطش وندرة المياه، ومنه ما هو غذاء للإنسان أو الحيوان، وبعضها بيستخدم ايه كمادة خام للصناعة. النبات الطبيعي هو نبات بينمو طبيعيا دون تدخل، يا اولاد دون تدخل الانسان، يبقى هو النبات الذي ينمو دون تدخل الانسان، سما ملوش دور، نتيجة تفاعل المناخ، عناصر المناخ مع التربة. الشمس يا اولاد، حرارة الشمس بتسخن المسطحات المائية فيتصاعد بخار الماء الذي تحمله الرياح، فيتكاثف على شكل أمطار، فتنمو النباتات وتعيش الحيوانات وتبقى في حياة على سطح الأرض. طب ليه بيختلف النبات الطبيعي يا شباب؟ ليه بيتنوع النبات الطبيعي؟ بسبب اختلاف درجة الحرارة واختلاف كمية المطر. يا بيه متفسر اختلاف النبات الطبيعي ليه؟ بسبب اختلاف درجة الحرارة واختلاف كمية المطر. بنجد فيه أولاد، بنجد فيه غابات، بنجد فيه حشائش، بنجد فيه نباتات صحراوية. يبقى ليه تاني بيختلف النبات الطبيعي؟ حسب اختلاف درجة الحرارة وكمية واختلاف كمية المطر. فبنجد في غابات، بنجد في حشائش، بنجد في نباتات صحراوية. دي أنواع النبات الطبيعي، يبقى غابات، حشائش، نباتات صحراوية. هنتكلم على الغابات الأول. ما المقصود بالغابات؟ هي أراضي بها تجمعات شجرية ضخمة وكثيفة ومتشابكة. يبقى الغابات هي أراضي بها تجمعات شجرية ضخمة وكثيفة ومتشابكة. أهمية الغابات يا شباب، نتفسر أهمية الغابات. مصدر الأخشاب والثمار، بتساعد الأرض على التخلص من الملوثات من خلال امتصاصها ولاد غازي ثاني أكسيد الكربون. يبقى تاني يا شباب، يبقى إيه أهمية الغابات؟ هي مصدر الخشب الأخشاب والثمار، بتساعد الارض ان هي تتخلص من الملوثات من خلال بتمتص غاز ثاني اكسيد الكربون. وازال الانسان مساحات واسعه من الغابات ليه؟ يستفيد باخشابها واحلال الزراعه محلها. اولاد يعني شال اشجار الغابات من اجل ان هو يستفيد باخشابها ويزرع مكانها. طب ماذا نتج عن ازاله الانسان مساحات من الغابات؟ ايه اللي نتج ان الانسان ازال مساحات من الغابات؟ ده ادى لايه؟ أدى إلى الإخلال بالنظام البيئي، حيث اختفت أنواع كثيرة من الحيوانات والطيور، ارتفاع درجة حرارة الأرض. معايا يا شباب؟ يبقى تاني، يبقى ما النتائج المترتبة على إزالة الإنسان لمساحات واسعة من الغابات؟ أدى ذلك لإيه؟ أدى إلى الإخلال بالنظام البيئي. ليه؟ حيث اختفت أنواع كثيرة من الحيوانات والطيور. اثنين، ارتفاع درجة حرارة الأرض. هنتكلم على أنواع الغابات. عندنا الغابات الاستوائية، هنتكلم على الموقع والخصائص وأهم الحيوان اللي بيوجد في الغابات الاستوائية. الغابات الاستوائية تنمو في المناطق الواقعة يا شباب على جانبي دائرة الاستواء، وتقع في إقليم مناخي، تقع في إقليم المناخ الاستوائي. يبقى الغابات الاستوائية تقع في إقليم المناخ الاستوائي. تقع فين؟ في المناطق الواقعة على جانبي دائرة الاستواء، في المناطق القريبة من دائرة الاستواء. وفي أنهي إقليم مناخي؟ في إقليم المناخ الاستوائي. الخصائص هي أشجار كثيفة دائمة الخضرة، أشجار كثيفة دائمة الخضرة. أهم الأشجار يا شباب المطاط والكاكاو والمهوجني. المطاط والكاكاو والمهوجني. طب أهم حيوانات عندنا الزواحف، القردة، بعض الطيور الملونة. يبقى عندنا الحيوانات تاني الزواحف والقردة والطيور الملونة. يبقى عندنا أول الغابات يا ولاد، الغابات الاستوائية بتقع في أنهي إقليم مناخي؟ في الإقليم المناخ الاستوائي. فين؟ في المناطق الواقعة على جانبي دائرة الاستواء، يعني المناطق القريبة من دائرة الاستواء، وهي أشجار كثيفة ودائمة الخضرة. أهم الأشجار المطاط والكاكاو والمهوجني. الحيوانات اللي بتعيش في هذه الغابات يا ولاد، الزواحف زي التعابين والقردة والطيور الملونة.
عندنا تاني نوع من الغابات، غابات البحر المتوسط. يبقى بتنمو فين يا ولاد؟ في اقليم البحر ايه؟ المتوسط، في السهول والاوديه. يبقى تاني غابات عندنا غابات البحر المتوسط موقعها بتقع في اقليم البحر المتوسط فين؟ في السهول والاوديه. الخصائص: اشجار دائمه الخضره بتتحمل الجفاف. يبقى غابات البحر المتوسط اشجارها دائمه الخضره بتتحمل الجفاف. ايه اهم الاشجار؟ الزيتون والفلين. اهم الاشجار في غابات البحر المتوسط الزيتون والفلين. اهم الحيوانات: الاغنام والماعز. اهم الحيوانات: الاغنام والماعز. يبقى غابات البحر المتوسط بتنمو في اقليم البحر المتوسط فين؟ في السهول والاوديه. هي اشجار دائمه الخضره بتتحمل الجفاف. اهم الاشجار الزيتون والفلين. اهم الحيوانات: الاغنام والماعز. يبقى احنا قلنا الغابات الاستوائيه بتنمو في اقليم ايه؟ المناخ الاستوائي. غابات البحر المتوسط بتنمو في اقليم البحر ايه؟ المتوسط. يعني حاول تربط النبات الطبيعي بالايه؟ بالاقاليم المناخيه. الغابات النفضيه بتنمو فين؟ بتنمو في المناطق المعتدله البارده. يبقى الغابات النفضيه بتنمو في المناطق المعتدله البارده. طب ليه سميت بهذا الاسم؟ ليه سميت بالغابات النفضيه؟ لانها تنفض اوراقها في فصلي الشتاء والخريف بسبب شده البروده يا شباب. طب اهم الاشجار: الزان والبلوط. اهم الاشجار: الزان والبلوط. يبقى الغابات النفضيه بتنمو في المناطق المعتدله والبارده، بتنفض اوراقها في فصل ايه؟ فصلي الشتاء والخريف بسبب شده البروده، عشان كده بتسبب الغابات النفضيه. اهم الاشجار: الزان والبلوط. طب الحيوانات اللي بتعيش في هذه الغابات؟ عندنا الطيور والسناجب والقطط. الطيور والسناجب والقطط. الطيور والسناجب والقطط. عندنا والانسان على فكره زم مساحات كبيره من الغابات النفضيه محلها ايه يا اولاد؟ الزراعه. عندنا رابع نوع يا اولاد الغابات الصنوبريه او المخروطيه، بتعرف بالصنوبريه او المخروطيه. بتنمو ديت فين؟ بتنمو في المناطق البارده، وهي غابات دائمه الخضره. غطاءها الورق يا اولاد مخروطي الشكل. طب ليه؟ حتى لا يتراكم الجليد فوقها. غطاءها الورقي يا اولاد مخروطي الشكل حتى لا يتراكم الجليد فوقها. اهم الاشجار: الصنوبر. معايا؟ هي اسمها الغابات الصنوبريه او المخروطيه. اهم الحيوانات اللي بتعيش: الثعلب القطبي. يبقى تاني يا شباب عندنا الغابات الصنوبريه دي بتنمو في المناطق البارده وهي دائمه الخضره. اوراقها مخروطيه الشكل، غطاءها الورقي مخروطي الشكل حتى لا يتراكم الجليد فوقها. اهم الاشجار: الصنوبر والشربين. اهم الحيوانات: الثعلب القطبي. هنتكلم بعد كده على الحشائش. ما المقصود بالحشائش؟ هي نباتات طبيعيه اقل حجما وطولا من الاشجار. يبقى برضه هي نباتات طبيعيه بس اقل حجما وطولا من الاشجار، وبتظهر مع تناقص كميه المطر، وتعتبر الحشائش دي مراعي طبيعيه لها اهميه كبيره بالنسبه للثروه الحيوانيه. يعني مراعاة طبيعية بيتم فيها تربية أنواع متعددة من الحيوانات. أنواع الحشائش الشباب عندنا: الحشائش الحارة اللي هي السافانا، والحشائش المعتدلة اللي هي الستيبس، وعندنا الحشائش الباردة اللي هي التندرا. يبقى عندنا الحشائش الحارة السافانا، والحشائش المعتدلة الستيبس، والحشائش الباردة التندرا. هنتكلم عن الحشائش الحارة اللي هي السافانا. بتنمو فين؟ شمال وجنوب الغابات الاستوائية. بتنمو شمال وجنوب الغابات الاستوائية. هي حشائش طويلة. حشائش السافانا دي حشائش طويلة، بتختلف في طولها وكثافتها حسب كمية الأمطار. يبقى بما تفسر تختلف حشائش السافانا في طولها وكثافتها، نقول له حسب كمية ايه؟ الإجابة حسب كمية الأمطار. وتعد السافانا حديقة حيوانات طبيعية ليه؟ لأن بيعيش فيها حيوانات أكلة العشب مثل الغزلان والزرافه والفيله، وحيوانات اكله اللحوم مثل الاسود والنمور والضباع.
يبقى نبت عدت السلالة لحديقة حيوانات طبيعية ان فيها حيوانات اكلت الرعش زي الزرافة والفيلة والغزلان، واكلت اللحوم زي الاسود والنمور والضباع. عندنا الحشائش المعتدلة الستيبس بتنمو فين؟ في الاقاليم المعتدلة الدفيئة في اوساط القارات، بتنمو في الاقاليم المعتدلة الدفيئة في اوساط القارات. هي حشائش قصيرة لينة بتصلح كمراعي طبيعية. طب ايه الحيوانات بتتغذى على هذه الحشائش؟ اولاد الاغنام والماشية، الاغنام والماشية. يبقى عندنا الحشائش المعتدلة الستيبس بتنمو في الاقاليم المعتدلة الدفيئة في اوساط القارات. هي حشائش قصيرة لينة بتصلح كمراعي طبيعية. ايه الحيوانات اللي بتتغذى عليها؟ الاغنام والماشية. عندنا بعد كده الحشائش الباردة بتنمو في الاقليم البارد، عبارة عن طحالب وحشائش سريعة النمو، بتظهر خلال فصل الصيف القصير يا شباب، وتموت عند قدوم الشتاء. يبقى عندنا الحشائش الباردة التندرة بتنمو في الاقليم البارد التندرة، عبارة عن طحالب وحشائش سريعة النمو، بتظهر امتى؟ في فصل الصيف القصير، وتموت عند قدوم الشتاء. هذه المنطقة الرملة. النباتات الصحراويه بتنمو في الصحاري مع ندره الامطار، بتتحمل ظروف الجفاف وقسوه المناخ. يبقى النباتات الصحراويه بتنمو في الصحاري مع ندره الامطار، وهي نباتات لها القدره، يا نباتات الصحراويه لها قدره على ايه؟ على تحمل الجفاف وقسوه المناخ من خلال طول الجذور مثل النخيل عشان تحصل على المياه، أو لها قدرة على تخزين المياه مثل التين الشوكي والصبار. أهم الحيوانات يا ولاد في الإبل، الجمال، والوعول والجرذان اللي هي الفئران والزواحف مثل التعابين. ممكن أن أكون قرنت هنا من درس اليوم مقاطع علمية وقلبية بالنجاح والتفوق، وإلى اللقاء.